وايه اصلا النسويه؟ يعني ايه كلمه نسويه او فكره الفيمينست اللي بقت شايعه في الاوساط دي او الفيمينيزم يعني كمان زي ما سماها المفكر عبد الوهاب المسيري المفكر المصري؟ يعني هو حركه نسويه. هذا الاسم ليس يعني نقول بجديد ولا بقديم، بالنسبه لنا احنا كمجتمعات عربيه هو جديد نسبيا يعني بعام 1992، لكن هو قديم بالنسبه للدول الاوروبيه، يعني بنحكي من القرن التاسع عشر زي ما تفضلت الان تسنيم. الموضوع له على حركه نسويه عباره عن ايديولوجيات او جمعيات او مطالبات بما يسمى لتحقيق حقوق المراه، لأن المرأة مهضومة أنا ذاك في هذا الوقت اللي هو في أوروبا. نحكي الآن إحنا بنقيس على مجتمعاتنا، بنقيس على أوروبا، كانت المرأة هناك مهضومة الحق في العمل، في حرية التنقل أو حرية السكن، امتهانها كانت تعتبر درجة ثانية بالنسبة للرجل. لذلك كان في صيحات أصبحت هناك ونداءات تنادي وتطالب بحقوق المرأة في ذلك الأثناء. كانت بداية نقول خلينا نكون نحسن الظن بدايات بريئة، إنه عبارة عن تحقيق مساواة بينه وبين الرجل، لكن ما بعد ذلك أصبح الآن صار في أقصى يعني مش فقط المسمي كان منهاج ليبرالي، كان في كمان منهاج اخر اللي هو الدارياكلي. هذا عباره عن كان منهاج متطرف، يعني صار يوصل لمرحله انه العلاقه بين الرجل والمراه علاقه صراع، يعني لابد من سياده الانثى على الذكر، بده يوصل لمرحله انه خلص تتفوق المراه على الرجل، والعلاقه بين الرجل والمراه علاقه صراع. ليه؟ مع محاوله استبعاد ما يسمى التغير البيولوجي، يعني ما يكونش في عائق والله احنا مختلفين بيولوجيا بين الرجل والمراه، هذا العائق بدنا نزيله ونكون مثلنا مثل الرجال في كل شيء وتبادل الادوار. ومن هون جاءت الجندره اللي هي الخطيره فعلا، اللي للاسف احنا مجتمعاتنا العربيه اسقطت عليها، وبعض الحركات النسويه في دولنا العربيه اخذت هذه المفاهيم وهذه يعني المسميات. الجندره عشان الناس تبقى فاهمه، الجندره يعني موضوع التمييز بين الجنسين، الجنس يعني انك ذكر وانثى، ما في شيء اسمه ذكر وانثى، يعني الانثى ممكن تمارس كل الادوار اللي بيقوم فيها الرجل وكذلك الرجل. كذلك يعني معنى هذا المعنى بيعطينا عمق ولاده بقى وحاجات كده. تخيلي انه قديش رح يكون هذا الموضوع عميق جدا، بحيث انك انت عم تلغي بعض كانت اللافتات والشعارات تقول الغاء موضوع الانوثه، انك انت تنسي موضوع انك انت انثى وتنسي موضوع الزواج اللي رح يعيقك عن انك تكوني انسانه حره، وكذلك الغاء موضوع الامومه، يعني الرجل خلي يمارس دور يكون بدال الام في البيت. الرجل مثلا حقيقي صحيح. ومن هنا جاءت هاي الخطوره اللي بحكي عنها، اللي بحكيه صراحه اللي لفت انتباهي احنا كمجتمعات عربيه. أيوة. لماذا نخوض معاركنا من خلال مصطلحات جدليه تثير الجدل؟ مصطلحات لحد الان على فكره في الدول الغربيه والدول الاوروبيه، واحنا عندنا هون مصطلح النسويه لا يتفق على مسمى واحد. صحيح. هناك جدليات كبيره جدا حول هذا المسمى، واصبحت حتى الان احنا نسائنا رغم براءه الموضوع بعض الملتزمات بتحكي انا بدي ادافع عن حقوق المراه، اصبحت توصم وصم ان هي لا انت نسويه، معناته انت تخالفي شرع الله في انك تطالبي بحقوق المراه. طب من